ولا حضرت الانسيال باطرت الدنيا. عندك حاجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك للفيديو وانزل تحت الفيديو اشترك في القناة واعمل مشاركة للفيديو. النهاردة معانا الحاج محمود وهنسأله شوية أسئلة كده. السلام عليكم حاج محمود. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أول كل جنديل خد حتة جنديل. أها إيه ده يا عم؟ والله العظيم شاكرين. شكرا شكرا. كنا عايزين نسألك يا حاج محمود عن الشباب، البنات والأولاد والكلام ده كله اللي بيعملوا مقاطع على التيك توك وكده، إيه رأيك في الموضوع ده يعني، وبالأخص البنات يعني؟ تيك توك إيه وكلام فاضي؟ دي قلة أدب، دي بوجة مسخرة. تيك توك إيه وبتاع إيه؟ طب تحب تقول إيه طيب لأولياء الأمور مثلا اللي سايبين مثلا تليفونات لاولادهم وسايبينهم يعملوا اللي هم عايزينه والكلام ده كله؟ لا يا ريت يا ريت يعني نصيحه لاولياء الامور وللازواج في البيوت والكل يعني، مش للشباب وللكل، بلاش التيك توك في البيت عشان ده خراب، ويا ريت بلاش النت عموما. طب ما انت قاعد على النت يا حاج محمود وبتطلع عليه شغل. انا ما اخشش عليه ولا بيت ولا عيل من عيال ولا البيت ولا المدام ولا اي حد خالص. ولا اي حد خالص؟ ولا اي حد. انا برضو بتاع الكلام ده يعني. انت ما عندكش نت ولا نت ايه ولا تليفون في البيت ولا فساد بلا نت ولا عامل صفحه على التيك توك صفحة؟ ولا اي حاجه من ده كله؟ لا 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 خش البيت ابدا. اصيل يا حاج محمود. ده على جثتي وجثه عيالي. الحق يا ابويا، اما فاتحه صفحتك على التيك توك. تيك توك يا واد، احنا على الهوا. قوم من هنا، قوم ياد من هنا، فاتحه الصفحه اما تشوف الحاجات. قوم ياد من هنا والبنات باقي يا جوك. قوم ياد من هنا. ايه ده يا حاج محمود؟ لما يقول لي ام عاوزه جناديه. انا سامع اما يقول لي تيك توك وبتاع وانت لا لسه لا بتقول لي ها. لا 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 يا واد تعبت كده. قول لي اجيب لك جناديه. الدوره جناديه ايه ده؟ ما تقول لك التيك توك فاتحاه. فتح التيك توك وما تشوف البنات. بنات ايه يا طيب؟ البنات اللي ما تشوفك على التيك توك. بنات يا تقوم من هنا الغوط. ايه يا حاج مالك وماله بتضربه ليه يا حاج محمود؟ ده عاوز ياخد الجنديل. طيب نكمل احنا يا حاج محمود. كمل. محمود. ايوه. في ظاهرة كده من فترة. الشباب يعني بيبقى ماشي في الشارع كده مسقط البنطلون. ومش عارف عامل لي شعره ايه، ولا حاطط توكه في شعره، دول هيتحاسبوا تبع ايه؟ طب انا عايز اعرف، ممكن تجاوبنا يا حاج محمود؟ والله دي قله ادب من اولياء الامور لما تسيب العيل كده، لما يفضل لما يحط في يونكه في شعره وشويه يلبس انسيال وشويه تاني يمشي عريان في الشارع. يعني انت يا حاج محمود لو ابنك في البيت وهيحلق مثلا كده ولا يسيب شعره ميري على طول؟ شفت يا حاج ميري؟ ميري غير كده ما يحلقش والله. يا اخو انت حامي قوي يعني عليهم العيال. احنا عندنا عيال برضه تحلق العيال زي العيال لما تحلق دي. مفيش الكلام ده عندكم خالص؟ ميري لا يرب شعره ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله. احنا عندنا الكلام فوق. خد حته جنديله. طب مش تعزم على المشاهدين طيب بحاجه؟ اتفضل يا مشاهدين كلوا دوره. طيب شكرين يا حاج محمود. انا هاجي كل يوم اصور معاك عشان ايه؟ عشان تاكل دوره. اي لا ما تجيش تاني يا اخو. ده النهارده بس. ايه رايك ابقى في الحلقه دي؟ ده بص شعره ما يروح كوك. خد يا حلقه ايه؟ حلقة ده حلقة كريستيانو. دي كريستيانو مين يا ابني؟ ده انا كنت اقول لك عايز اعمل استشوار. استشوار استشوار ايه؟ استشوار استشوار ايه؟ لقعت المية يا ابني. لا اتعدم يا ابوي، انا رايح العب كورة. رايح العب كورة. روح يا تحلق الحلقة دي في الحيط. انت ايه ده بتضربه ليه يا حاج محمود؟ لا ابدا مفيش حاجة. ها؟ ده عشان كان انا سامع ما يقول لك حلقت حلقه ميسي ولا ميسي كريستيانو ولا لا. ده ما عندناش الكلام. ميسي مين وبتاع مين؟ لا الكلام ده ما عندكوش انتوا الكلام ده خالص. روح يا ده تامير يا. ابدا ابدا ما عندناش حد يحلق الحلقه دي ابدا. انت اديك شايف يعني انا لما افضل الواد ابن اللذينه ده لما روحت عشان الوقت مش فاضي ماسك. اديك شايف هم مشوا جنادير مش فاضي. اما تسقي الارض انت يا حاج محمود. ايوه ها. الله وصلك في الماء عشان تشوف. اها
يا حرام. اطلع هذا انت من الماي. اها اما لابسها عشان تشوف. شال الطين فوق دماغ اللي جابه وراح يحلق له حلقه معف لما جيل. لما روح يا اخوان. اطلع من الماي. العب شويه. اطلع هات لي بره بنتين. العب شويه يا بامبي. لا تطلع لبره يا ابو دنك. طويله اطلع هات لي بره. موت. طيب مشاكرين جدا ليك يا حاج محمود. حابب انوه على حاجه. اتفضل. يا ريت الناس تتابع من التيك توك والكلام الفاضي ده. يا ريت. يعني يا ريت. يعني انت بتوجه رساله للناس ان هم يخلي بالهم من اولادهم من النت ويحاولوا يرجوهم شويه والكلام ده كله. لان الشباب قتلت بعيار. مفيش شباب. شباب حاطط لي توك ولا حاطط لي روج ولا حاطط لي انسيال. باصص الدنيا. عندك حاجة يا محمود بس بروح عشان هتوج ايديك جت في عينيا انا. طيب مع السلامة. طب روح عشان مش فاضي. عايزين نشحن بقى.